أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن امتنانه لاستقبال أهالي محافظة المنيالة. وخلال تناوله الإفطار مع أهالي قرية المعصرة بملاوي، أكد الرئيس السيسي حرصه على التواصل الدائم مع المواطنين والتعرف على مشكلاتهم. والله استقبالكم ده والكلام الحلو اللي انتوا بتقولوه اللي هو أكيد طالع من قلبكم يعني إن شاء الله حاجة تفرحني وتشرفني جدا. ويا رب يعني أختنا من المعصرة بتقول لي أو من القرية بتقول لي أنت أول مرة تنزل منيا، ده صحيح. أنا عايز أقول لك أنا وأنا قلت الكلام ده في يعني في سوهاج وفي المحافظات اللي أنا بنزلها دلوقتي، يعني أنا بتمنى إن أنا أنزل وأشوف كل الناس، صدقوني يعني، لأن أنا بحب الناس وأنا كمان زي الناس زيكم كده. صحيح يعني مش في برج كبير ولا حاجه،